الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمه وكتب على نفسه الرحمه وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبده وابن عبده وابن امته ومن لا غنى به طرفه عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنه والنجاه من النار الا بعفوه ومغفرته واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله رحمه للعالمين وقدوه للعاملين ومحجه للسالكين وحجه على العباد اجمعين وقد ترك امته على الواضحه الغراء والمحجه البيضاء وسلك اصحابه واتباعه على اثره الى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هدي الى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا اليه وسلم تسليما ثم اما بعد عباد الله اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها ثم أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ما زلنا مع جمله من الخواطر الايمانيه اسال الله تعالى ان ينفع بها فمن هذه الخواطر الايمانيه نقول يعني اعظم نعمه تمنن الله عز وجل بها علينا هي نعمه الايمان نعم كثيره تطرى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ولكن بعضها اعظم من بعض واي نعمه اعظم من نعمه الايمان وقد سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور فافضل اعمال القلوب والجوارح هي هو الايمان ونقول يعني الله عز وجل مدح المؤمنين بايمانهم فقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فمدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم وأثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين توسلوا بالإيمان فقال عز وجل في خواتيم سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فالله عز وجل أثنى عليهم ومدحهم لأنهم عرفوا شرف الإيمان وتوسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان لو قام العبد لله عز وجل قيام السرية مثل العمود في المسجد في عبادة الله عز وجل وفقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان وهو فاقد هذه النعمة العظيمة لا حبط عمله ولو كان من المرسلين ولو كان خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقالوا هذا من تقدير المحال في اللغه فالانبياء معصومون من المعاصي فضلا عن الشرك بالله عز وجل آه كما قال عز وجل قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فيستحيل آه ان يكون لله ولد لان الله جل واحد احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آه ولكن هذا من تقدير المحال وهو جائز في اللغه كما اشرت انفا وقيل المخاطب بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك امته وقال عز وجل عن الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداه مختده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فنعمة الإيمان يعني نعمة يعني عظيمة تمنن الله عز وجل بها على عباده وقال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فيش حد له فضل على الإسلام بل الإسلام يعني له فضل علينا ومحدش يمن بعمله ولا يمن بإيمانه ولا بإسلامه ولكن الله جل هو الذي له الحمد والمن على كل نعمة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين كما تمنن الله عز وجل على المؤمنين بأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرر اليهم الكفر والفسوق والعصيان فنعمه عظيمه ان تحب الصلاه قيام الليل تحب الاذكار الاستغفار الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الحج العمره الاعتكاف الذكر الجهاد فهذه نعمه عظيمه ان نحب يعني اسباب الايمان واعمال الايمان لان غيرنا يحب الفسوق والعصيان يحب الزنا والسرقه وشرب الخمر واكل اموال الناس بالباطل فالمؤمن في احواله واعماله مثله كمثل أم موسى كانت ترضع ولدها فتطفئ بذلك شغف قلبها ونفسها وتأخذ على ذلك أجرا فكذلك المؤمن يعمل ما يحب وما تميل إليه نفسه ومع ذلك ينال على ذلك أعظم الأجر من الله عز وجل ففضل من الله عز وجل أنه حبب إلينا الإيمان وأهل الإيمان وعمال الإيمان وزينه في قلوبنا وغيرنا حب إليه الفسق والفسوق والعصيان. لشرف الايمان كذلك وبيان فضل نعمه الايمان ان الله عز وجل وعد المؤمنين اجرا عظيما فقال عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. وقال عز وجل وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. فالايمان نعمه عظيمه تمنى الله عز وجل بها علينا ولعظم الايمان ولشرف الايمان كذلك لم يجعل الله عز وجل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين المتوكلين على رب العالمين فقال عز وجل: "إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون" فالشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتول المتولين لرب العالمين ولكن سلطانه على الذين يتولون يتولون الشيطان آه فلشرف الايمان ان الله جل لم يجعل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين لا يمكن للعبد ان يحيا حياه طيبه يتمتع يعني فيها آه ويجد فيها السعاده والانس والراحه والطمانينه مع ما ينتظره في الاخره آه الا وهو متمتع بهذه النعمه العظيمه نعمه الايمان فالحياه الطيبه وقف على الايمان واهل الايمان فقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالحياة الطيبة وقف على الإيمان وعلى أهل الإيمان أيضا لشرف نعمة الإيمان ضرب الله عز وجل كلمة الإيمان وهي كلمة لا إله إلا الله مثلا فقال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فالكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله كلمة الإيمان فإذا وافقت أرض طيبة والأرض هنا هي قلب المؤمن لخرجت نبتة طيبة أصلها ثابت يعني جذور الإيمان وهي الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل جذور هذه الشجرة الطيبة ضاربة في أرض قلب المؤمن وساقها سامقة في سماء قلبه وتتفرع فروعها في أرجاء قلبه وتثمر الثمرات اليانعة فإذا طابت الثمرة ذاق العبد حلاوة الإيمان فليس كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجد طعم الإيمان ويجد حلاوة الإيمان قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار فنقول أعظم نعمة تمنى الله عز وجل بها علينا هي هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان التي تؤهل العبد لحياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا من نعمة الإيمان وأن يمتعنا بالإيمان وأن نموت على الإيمان. الخاطرة الثانية يقولون البلاء ضيف قراه الصبر. البلاء ضيف لأن الأصل الإنسان في عافية. فلا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أُعِسِرْتَ في الزمن الطويل سأل لو حسب أيام البلاء الفترة التي كان فيها مفلسا مثلا ليس معه مال أو كان فيها مريضا أو إذا كان ابتلي بالسجن لو عد هذه الفترات فترات البلاء ونسبها إلى فترة العافية لوجد أن زمن البلاء زمن قليل بالنسبة إلى العافية فلا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أُعِسِرْتَ في الزمن الطويل فيقول البلاء ضيف قراء القراء هو ما يقدم للضيف قراء الصبر والصبر أخية المؤمن التي يجل ثم يعود إليها والصبر في اللغة هو الحبس والمنع وفي الشر حبس النفس عن التشكي و عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك وقالوا الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى وقيل الصبر هو تجرع المرارة من غير تعبس والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالصبر من الأعمال التي يأخذ الإنسان أجرها بغير حساب وذلك قال علي رضي الله عنه لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس آه فنقول الصبر يعني آه ضيف آه البلاء ضيف قراه آه الصبر وقال آه عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة لأن ما الحمولة التي توضع على جانبي سنام البعير ويقصد بذلك الصلاة والرحمة وقال وأولئك هم المهتدون هذه العلاوة هي الحمولة الزائدة التي توضع على ظهر وعلى سقف يعني وسطح سنام البعير والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر واذا احب الله عبدا ابتلاه ولا يزال البلاء في العبد المؤمن حتى في نفسه وماله واهله حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيه فهذه الخاطره يعني بعنوان البلاء ضيف لان الضيف يرتحل لا يخيم وقراه الصبر يعني ما يقدم له هو الصبر الخاطره الثالثه وهي بعنوان آه غرس الخلوة يثمر الأنس. آه غرس الخلوة يثمر الأنس وفي هذا المعنى علامات يعني أخرى وتعريفات أخرى كثيرة آه من ذلك يقولون الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس وقالوا اعتزال العامة مروءة تامة اعتزال العامة مروءة تامة ومخالطة الناس لها ضوابط فإذا يعني عم الشر الشر وخاف الإنسان على دينه فيكون المتعين عليه هو يعني الخلوة والاعتزال كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر يعني يفره بدينه من الفتن يعني لكثره الفتن والبلايا والانسان لا يامن على نفسه ولا يامن على دينه فيكون الاعتزال هنا يعني هو المشروع. ولكن اذا كان الناس يطيعون ويعصون لهم اعمال صالحه واعمال غير صالحه توجد صلاه الجماعه وتشيع الجنائز ودروس العلم فالضابط النافع هنا ان الانسان يخالط الناس في الطاعه ويخالفهم في المباحات والمعاصي فيشاركهم في صلاه الجماعه وتشريع الجنائز ودروس العلم وعياده المرضى يعني فتكون الخلطه في الطاعات وترك الخلطه في المعاصي ثم الاعتزال لابد ان يكون من فقيه يعني كما استاذن احد الناس احد العلماء في العزله فقال تفقه واعتزل فقالوا عزلة الجاهل فساد لأن الشيطان يعني يستغل يعني عزلته وجهله في أن يقع في ذنوب المعاصي أما عزلة العالم فمعها غذاؤها وسقاؤها زي ضلة الإبل يعني ضلة الإبل ما بتترك لأنها تستطيع أن تصل إلى الشجر بطول أعناقها وبتخزن يعني في جوفها كثير من الماء فكذلك العالم يعني اذا اعتزل فعنده من العلم ومن الديانه ومن الصيانه ما يغنيه يعني عن الناس، فقالوا عزله الجاهل الفساد وعزله العالم فمعها غذاؤها وسقاؤها، واذا قيل تفقه واعتزل، اذا اردت ان تعتزل لابد ان تكون فقيها، ويقول ابن القيم رحمه الله من وجد يعني انسه في الخلوه وفقد الانس في المخالطه يعني مخالطه الناس فهو صادق ضعيف يعني أنه هو بيجد الانس بس في الخلوه اما عند مخالطه الناس لا يجد الانس قال فهو صادق ضعيف ومن وجده يعني في الخلوه ومن وجده في الخلطه وفقده في الخلوه فهو معلول ومن فقده في الخلوة وفي الخلطة فهو ميت مطرود ومن وجده في الخلوة وفي المخالطة فهو صادق يعني كامل الإيمان يعني إنسان يعني ينبغي أن يكون يأنس بالله سواء كان في وسط الناس أو كان في الخلوة لأن في ناس لا يستغني على الناس أنهم يؤثرون في الناس بالخير ولا يتأثرون بما عندهم من الشر ومن المعاصي فهم يؤثرون بالخير في الناس فهؤلاء لا ينبغي عليهم أن يعتزلوا الناس وهؤلاء يجدون الأنس في الخلوة في المخالصة ومن كان فتحه في الخلوة فزيادته منها ومن كان فتحه في المخالصة فزيادته منها أيضا يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير معوذتين آه ينبغي أن ننزل آه الناس في أحد يعني هذه المنازل الأربعة منهم من مخالطته كالغذاء ومنهم من مخالطته كالدواء ومنهم من مخالطته كالداء ومنهم من مخالطته آه الهلك لغة في الهلاك فمن مخالطته كالغذاء هؤلاء هم العلماء بالله عز وجل باليوم الآخر الذين يذكرون الناس فأنت تحتاج إلى خلطة هؤلاء أكثر من احتياجك إلى الطعام والشراب. فهذا هو النوع الأول الذي مخلطته كالغذاء، لا يستغني عن الغذاء بحال من الأحوال. أما النوع الثاني من مخلطته كالدواء. الدواء لا تحتاجه في كل وقت ولا في كل يوم. أه ولكن تحتاجه عند المرض. فهناك أناس تحتاج إليهم عند الحاجة مثل الطبيب عند المرض. اذا احتجت يعني شيئا خشبيا تحتاج نجار او يعني حديد تحتاج الى حداد وهكذا فاصحاب الايه الصناعات وانسان يحتاجهم يعني في وقت معين ثم اذا انقضت حاجته منهم فتعود خلطتهم من النوع الثالث ومنهم من مخالطته كالداء قال وهؤلاء الذين لا تربح عليهم دين ولا دنيا فهو لا يحسن أن يسكت فيستفيد منك ولا يحسن أن يتكلم فيفيدك فإذا تكلم فكلامه كالعصا الثقيلة التي تنزل على قلوب السامعين وإذا سكت فكنصف الرحى الثقيلة التي لا يستطيع أحد أن يحملها أو أن يجرها فقد يبتلى الإنسان بهذا النوع ولا بد له منه كأن يكون شريكه مثلا في تجارة أو يكون والده أو أخوه مثلا أو صديقه فقد يبتلى بهذا الصنف ولا بد له منه فيصبر عليه حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا ويجلسه ببدنه ويبخل عليه بقلبه يسل شعره من بين يعني أمثال هؤلاء كما تسل الشعر من العجين فهذا هو النوع الثالث من مخلطته كالداء النوع الرابع من مخالطته الهلك لغه في الهلاك وهؤلاء كأهل البدع لا يجوز ان تجلس اليهم ولا يعني ان تستمع الى كلامهم بل اذا وجدت احدا منهم في طريق فاسلك في طريق اخر طاووس بن كيسان يعني كان يعني عنده ابنه فأتى رجل من المعتزله وظل يتكلم فسد توص اذنيه وظل يقول لابنه أي بني يسدد أي بني يسدد حتى قام الآخر فلا يسمح السلف بمجالسة أهل البدع ويروى أيضا أن محمد بن سيرين أتى رجل وفتح بابا فيه القدر يعني من أهل البدع فقال له محمد بن سيرين إما أن تقوم وإما أن نقوم فلا يجالس أهل البدع ولا يستمع إلى كلامهم لأنه إذا لم يقتنع حتى ببدعته فإنه يشوش يعني قلبه ويسكب في قلبه من الشبهات وغير ذلك فهذا النوع الرابع وهو منهم من مخلطته الهلك لغة في الهلك فالإنسان إذا رد أن يخلط أحدا فهل هو من النوع الأول الذي مخلطه كالغذاء أو من النوع الثاني الذي مخلطه كالدواء أو النوع الثالث من مخلطه ك الداء او النوع الرابع من مخالطته الهلك لغه في الهلك والضابط النافع في امر العزله والاختلاط بالناس يعني في مثل هذه الازمنه التي نعيشها الناس يطيعون ويعصون انه يخالطهم في الطاعات ويعتزلهم في المعاصي لا يجوز له ان يفارق الجماعه يترك صلاه الجماعه او دروس العلم او تشييع الجنائز وعيات المرضى بل هو معهم اذا اطاعوا الله عز وجل ولكن لا يخالطهم عند معصية الله عز وجل من هذه الخواطر الإيمانية خاطرة بعنوان قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون يروى يعني أن محمد بن سيرين لما أفلس في آخر عمره قال إني لا أعرف الذنب الذي يعني أصبت بسببه بهذا البلاء عيرت رجلا منذ أربعين سنة فقلت له يا مفلس فلما قال رجل يا مفلس فأفلس بعد أربعين سنة لما وصل هذا الكلام إلى أبي سليمان الدراني قال قل ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثر الذنوب وذنوبكم فلا ندري من أين نؤتى يعني إنسان اللي بيعمل ذنب كل أسبوعين ثلاثة مثلاً فهو يعرف يعني هذا الذنب وإذا أصيب بلاء يقول بسبب هذا الذنب كما انقطع شسع أحد السلف وهو ذاهب إلى الجمعة فقال إنما انقطع شسع النعل اللي هو رباط النعل فقال إنما انقطع لأنني يعني لم أغتسل غسل الجمعة أن غسل الجمعة مستحب ليس واجبا وإن كان نص الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ ولكن لا نحاكم الألفاظ النبوية بالمصطلحات الحديثة آه فهو على الراجح يعني سنة مؤكدة وليس واجبا بحيث يأثم يعني تاركه آه ولكن هذا آه لما فاته يعني لما انقطع الشسع عليه قال آه إنما انقطع لأنني ما يعني غسل الجمعة فقال أبو سليمان آه الدراني قل ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون قبل ما يجيلوا ولا يقول بسبب هذا الذنب ذنب معين لأن السلف كانوا يعدون ذنوبهم ويعدون كلامهم كما قال رياح القيسي أذنبت خمسة وأربعين ذنبا وقد استغفرت لكل ذنب مئة ألف إنه عادد الذنوب التي وقع فيها وكل ذنب من هذه الذنوب استغفر له مئة ألف مرة فقل ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثر ذنوبي وذنوبكم يعني الانسان اللي بيذنب في اليوم 100 ذنب مثلا يعني لا يدري من اين يؤتى اي بلاء بيجي له مش عارف من اي بسبب اي ذنب من الذنوب فكان السلف يعدون ذنوبهم ويستغفرون من هذه الذنوب واذا اتاهم بلاء يعرفون سبب يعني هذا البلاء بالذنب الفلاني من هذه الخواطر الايمانيه ما ورد عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا موقوفا يعني من قوله ومرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وراجع فيه الوقف نوع من كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم دون احوال الدنيا لم يبأر الله عز وجل في اي أوديته هلك الانسان ينبغي ان يكون له هم واحد هو رضا الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى فينبغي ان يكون هم المؤمن طاعة الله عز وجل ورضا الله عز وجل لا يصبح همه ان ينتصر الفريق الفلاني على الفريق الفلاني او انه يصل الى يعني درجة يعني معينة في العمل مثلا او يحصل على الشهرة او على شهادة معينة يعني او يرشح نفسه لشيء معين منصب معين فنقول من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه الصحابة والعلماء والذين ملأوا الدنيا جهادا وعلما وعملا ودعوة يعني كيف كانت أمورهم وكيف كانت أحوالهم كان لهم زوجات ولهم أولاد ولكن لما جعلوا همهم هما, همّا واحدا ورضا الله عز وجل وطاعة الله عز وجل الله عز وجل تكفل بسائر أمورهم أه ولكن اذا يعني قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. ناس تترك الصلاه ويقول ما عندي وقت، هو فعلا ما عندوش وقت لانه لما قصر في الطاعه والعباده أه فتحت عليه ابواب وهموم ومشاغل ومشاكل أه كما قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ومما أعتقد ان النت هذا من ابواب كل شيء إن انت في كل الشبهات وكل الشهوات كل المعاصي وما يضيع الاوقات والاعمار ويضيع الحياة و يعني فنقول الناس لما قصرت في الطاعه والعباده يعني فتحت لهم ابواب يعني كل شيء فشغلوا بذلك عن طاعه الله عز وجل ومن كانت الاخره نيته جعل الله عز وجل غناه يعني في قلبه وجمع له يعني شمله واتته الدنيا وهي رغمة من كان ليس له هم الا الاخره الدعاء والعلماء والمصلحون الذين لا هم لهم الا الاخره فالله عز وجل يسوق لهم الارزاق ويسر لهم يعني امورهم ويجعل لهم امورهم يسرا فمن جعله هما واحدا كفاه الله سائر همومه من احسن سريرته احسن الله على علانيته ومن احسن يعني ما بينه وبين الله احسن الله ما بينه وبين الناس ومن شغله امر دينه كفاه الله امر دنياه مشغول بالجهاد مشغول بالدعوه الى الله عز وجل فالله عز جل يسخ له الرزق ويكفي امور الدنيا فمن احسن سريرته احسن الله على نيته ومن احسن ما بينه وبين الله احسن الله ما بينه وبين الناس ومن شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنيا وقالوا إذا خسر العبد في العمل سلبه الله من يؤنسه يعني من عقوبات يعني من يخصر في الطاعة والعبادة وانشغل بالدنيا أن يسلب الإنسان من يؤنسه يعني في الدنيا فهذه خاطرة من جعله هما واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في اي أوديه اوديتها هلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. كتاب